إمكانيتها إنشاء قناة لنادي الزمالك. وجدل سنوي بمواقع التواصل في ذكرى رحيل الرئيس جمال عبد الناصر. أما في النصف الثاني من حلقة اليوم فنناقش أبعاد الدور المصري فيما يعرف بصفقة القرن على خلفية لقاء الرئيس السيسي برئيس الوزراء الإسرائيلي في نيويورك. تابعونا. النهاردة أعلن سلطان المحيسن رئيس الشركة العالمية للدعاية والإعلان وهي الشركة الراعية لقناة بيراميدز والشركة الناقلة للدوري السعودي، أعلن أنه هيعقد جلسة مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في السعودية يوم 6 أكتوبر على هامش مباراة السوبر المصري السعودي لمناقشة إنشاء قناة لنادي الزمالك. وحسبما نشر الموقع الرسمي لقناة الزمالك، سلطان المحيسن أكد على أن العلاقات جيدة مع مسؤولي الزمالك. الكلام ده بيجي بعد أيام من آخر أزمات تركي آل الشيخ في مصر بعدما أدى ترديد الجماهير لهتافات مسيئة ليه إلى إعلانه سحب كامل استثماراته الرياضية من مصر بما فيها النادي والقناة. ينضم إلينا من القاهرة عبر الهاتف هيثم نبيل مدير موقع يلا كورة. أهلا بيك معايا هيثم. وفي البداية، هل نتعامل مع الخبر بجدية؟ يعني بيراميدز فعلا خلاص هتعمل قناة لنادي الزمالك، ولا يعني ممكن يتغير الكلام ده من بكرة ولسه في مباحثات ومناقشات؟ مساء الخير. مساء الخير عليكي وعلى كل السادة المشاهدين. وطبعا احنا تعودنا ان احنا الاخبار دي بناخدها على انها خبر، وبنشوف الايام هتثبت بعد كده ايه. يعني الاخبار دي سمعناها احنا بقالنا سنتين بنسمع عن قناه الزمالك انها هتطلع ولسه ما طلعتش لحد دلوقتي. فعادي يعني الاخبار دي بنسمعها، لكن الفتره دي فيها اخبار كتير جدا متضاربه. على فكره احنا لحد دلوقتي ما فيش حاجه بشكل رسمي اتقالت من السيد تركي آل الشيخ بتقول ان هو ساب بيراميد او ساب الاستثمار في مصر. هو قال انا ببحث ده او بفكر في ده جديا، لكن ما في حاجه رسميه طلعت قالت كده. ما فيش غير تصريحات على قناته او قناه بيراميدز قالت الكلام ده ان هو هيلغي يعني الاستثمارات بتاعته في مصر، لكن كبيان رسمي زي ما تعودنا مثلا من السيد تركي آل الشيخ ان هو كل لما بيعمل حاجه بيطلع بيان بيبقى على صفحته على الاقل بيان رسمي بيقول فيه انا هعمل كذا. هو لحد دلوقتي ده ما ظهرش. وطبعا الموضوع طالع في وقت الدوري المصري او بيراميدز تحديدا ما عندوش ماتشات، اتاجل له الماتش بتاع نادي الزمالك. ففي وقت ان في اطراف ثانيه تتدخل في الامر، تحاول تحل الاشكالات اللي موجوده، تحاول تلاقي صيغه للتفاهم بين السيد تركي آل الشيخ والجماهير المصريه وخاصه جماهير النادي الاهلي. اعتقد ان الايام الجايه القليله هتحدد مدى استمرار او رحيل تركي آل الشيخ من الاستثمار في مصر، وان كنت اشك يعني. طب هيثم، يعني خلال الايام اللي فاتت دي شفنا الحقيقه ظهور لافت لمرتضى منصور على قناه بيراميدز ودعوات منه متكرره يعني بيقول لتركي الشيخ لا ما تاخدش الاستثمارات الرياضيه من مصر وخليك في مصر والى اخره. هل انت شايف ان ده يعني طبيعي في اطار التنافس العادي ما بين الاهلي والزمالك، ولا الصوره اكبر من كده؟ لا هو طبيعي، لو يعني هو طبيعي من جهه الاستاذ مصطفى منصور، هو ده طبعه يعني كل ما بيلاقي فرصه يعني يصطاد في الماء العكر بيعمل كده، فده طبيعي بالنسبه له. فما فيش منه قلق او مش يعني مش حاجه تخلينا يلتفت نظرنا ليها، لان هو ده الطبيعي. بس خلي بالك لما نيجي نستعيد بقى الايام اللي فاتت، فالاستاذ مصطفى منصور هو اول واحد هاجم تركي آل الشيخ لما كان جاي رئيس شرفي للنادي الاهلي وقال عليه كلام كبير جدا وكلام كتير جدا. فاللي بيحصل ده تغييرات استراتيجيه اعتقد انها مقبوله في المجال اللي احنا فيه، وان كل واحد بيدور على مصلحته، فبالتالي هو من حقه ان هو يقول الكلام اللي قاله طالما لقى المناره اللي بتسمح له ان هو يقول الكلام ده.
وللاسف مش بيطلع يقول الكلام، بس هو بيطلع وبيغلط في كل الناس عادي يعني، وفي الاخر بيقول ان احنا عايزين نستثمر والراجل ما يمشيش من مصر، ما نعرفش بناء على ايه، بس هو عنده وجهة نظر فهو بيدافع عنها يعني. طب وايه وجهة نظره؟ يعني هل متضح ليكم ايه وجهة نظره؟ ايه وجهة نظر مرتضى منصور؟ هو وجهة نظره ان هو عايز حد يستثمر في نادي الزمالك طبعا، او يعني يدي اموال لنادي الزمالك او يحاول يشيل بعض التكاليف عن نادي الزمالك، لكن فكرة ان هو الاستثمار عشان مصر وعشان خاطر مصر، ما هو لما كان في الاهلي ما كان في مصر برضه يعني، لما كان بيستثمر في نادي الاهلي كان في مصر وكان بيهاجمه، لكن هو طالما ضد المنافس التقليدي بتاعه يفهم يعني، قد يفهم انه مصرح له ان هو يحاول يتقرب منه، يحاول يستفيد منه، هذا امر وارد في الرياضة عموما على جميع مستويات العالم يعني. طب احنا كلنا شفنا مشهد إساءة الجماهير ضد تركي آل الشيخ، ويعني البعض اعتبر ان بما ان ما حصلش اي موقف رسمي قوي وحاسم، كلنا عارفين ان كان ممكن فعلا ايقاف الجماهير او ممكن معاقبه الجماهير كما اعتادت الدوله في كل المواقف السابقه، البعض اعتبر ان ده تمرير للي حصل فعلا، وان جايز يكون في حد داخل اجهزه الدوله شايف ان ده لازم يحصل او ما عندوش مانع ان ده يحصل. لا لا، انا اختلف مع وجهه النظر دي، لان جماهير الكوره في جميع انحاء العالم طبعا رغم رفضنا للاسلوب اللي حصل والطريقه اللي حصل فيها الاساءه لاي حد مش لتركي آل الشيخ بس يعني، لكن لا الدوله ما يعني مش هتسمح بده، خاصه ان المباراه ليست في الدوري المصري كمان، هي تابعه للاتحاد الافريقي، واعتقد ان الاتحاد الافريقي نفسه غير في اللائحه بتاعته واصبحت هذه الهتافات يعني يوقع عليها بعض العقوبات، وهيعلنها بكره الاتحاد الافريقي زي ما قال النهارده في المؤتمر بتاعه ان هو هيعلن كل العقوبات بكره، ومن ضمن العقوبات ان هم اوقفوا مرتضى منصور لمده سنه عن الدخول او مشاهده مباريات النادي الزمالك في بطوله افريقيا بعد الاساءه اللي عملها لرئيس الاتحاد الافريقي. طيب بس لكن قول يا هيثم. اتفضلي. لا اتفضل. لكن هو اللي هو الموضوع بتاع ان الدوله تتدخل في هذا الشان، الدوله مش هتتدخل لان دي هتافات بتحدث كل يوم تقريبا يعني جماهير الزمالك بتشتم في مسؤولين الاهلي، وجماهير الزمالك الاهلي بتشتم في مسؤولين الزمالك، هو المفروض بس يتحط اطار ويتحط قانون رادع من الاداره اللي بتدير الكوره في مصر ان اللي هيعمل كده هيتعاقب زي ما بالظبط الاتحاد الافريقي عمل يعني. الاتحاد الافريقي ما كانش في اللائحه بتاعته ابدا ان اي هتاف اساءه لاي شخص يتم توقيع العقوبه عليه، لكن هم عملوا في اللائحه الجديده بتاعتهم قبل السنه دي ان اي هتاف اساءه لاي حد هيتم توقيع عقوبه على الجماهير اللي بتعمل كده. اتمنى ان الاتحاد المصري يفوق من الغيبوبه شويه ويبدا يتخذ بعض الاجراءات اللي تخلي البطوله بتاعته غير سيئة السمعة، لأنها أصبحت بطولة فعلا سيئة السمعة. طب هيثم، يعني في ناس بقى، خليني انقل لك وجهه النظر مختلفه تماما. في ناس بتقول طب وايه المشكله اللي عملها تركي آل الشيخ؟ هو جه في البدايه استثمر بالفعل في نادي هو بيحبه وهو بيشجعه، وبعد كده اشترى نادي وعمل قناه، وده كله استثمار رياضي، ايه المشكله معاه؟ في رايك ايه المشكله في ممكن ايه المشكله اللي ممكن تكون نتجت عن اللي عمله تركي الشيخ في الاستثمار الرياضي في مصر؟ انا من وجهة نظري البحتة يعني، ان تركي آل الشيخ الخلاف الاساسي معاه مع جماهير النادي الاهلي مش مع ادارة النادي الاهلي. ادارة النادي الاهلي لولا موقف جماهير النادي الاهلي اللي وقفت لبعض ما رأيته هي تدخلات من تركي آل الشيخ في شؤون النادي الاهلي، ولا كانت ادارة النادي الاهلي هتتخذ اي اجراء ضد تركي آل الشيخ، لكن هي لقت نفسها قدام الجماهير اللي ساعات بتفهم بعض المواضيع غلط، ساعات بتفسر المواضيع بشكل خاطئ، فاصبحت بتسيء للراجل بصراحه يعني كتير جدا، واصبح الموضوع زياده عن اللزوم يعني الى الجانب. وبرده في الجانب الاخر السيد تركي آل الشيخ كان بيتمتع بخفه ظل يعني كده، ان هو بيدي تويتات وبيدي تعليقات ما يصحش ان هي تتقال على السوشيال ميديا او على تويتر او على الفيسبوك، لانها بتروح لجماهير من سن 12 سنه فيما فوق، فبالتالي مش كل الناس هتفهم انت قصدك ايه، ولا هتفهم ان انت بتهزر،
وما يصحش ان حضرتك تهزر. يعني في تايتلز كده او في مناصب ما ينفعش، يعني ما ينفعش يجيب الشباب المصري يطلع يهزر، يعني يطلع يهزر على الفيسبوك يقول مثلا صلاح هيبقى بخير ان شاء الله بس بعد كاس العالم. ما ينفعش، يعني ما ينفعش وزير يعمل كده. لكن هو الراجل كان بيعملها زي ما نقول كده بتشف الدم يعني، لكن ما حسبهاش صح، وما حسبش انها رايحه لشباب متحمس جدا بياخد كل المواضيع بعاطفيه شديده جدا، فبدات ردود الفعل تبقى زياده جدا. بدا يطلب من اداره النادي الاهلي انها تعترف ببعض الحاجات اللي هو كان بيعملها وكان بيعملها فعلا، يعني مثلا توقيع عبد الله السعيد، توقيع احمد فتحي. الراجل قام بجهد كبير جدا مع اداره النادي الاهلي، وكان مستني كلمات شكر او ان هو يتقال ان هو عمل الحاجات دي، وحصلش الكلام ده، او جماهير الاهلي رفضت ان يحصل الكلام ده، وبالتالي اداره النادي الاهلي مشيت ورا الجماهير بتاعتها وحصل هذا الخلاف. الملخص بتاع الموضوع، اداره النادي الاهلي لولا موقف جماهير النادي الاهلي ما كانش حصل بينها وبين تركي آل الشيخ اي خلاف، من وجهه نظري. احنا بنشكرك هيثم نبيل مدير موقع يلا كوره، شرفتنا يا هيثم. قتلناك يا اخر الانبياء، الجمله دي يكتبها النهارده شاب عنده 20 سنه على صفحته على الفيسبوك في ذكرى وفاه عبد الناصر، وقصاده في شاب تاني برضه عنده 20 سنه بينشر صوره كوميكس ساخره من عبد الناصر، والاثنين بيواجهوا موجه من النقاش الحاد احيانا بتوصل لخلافات، خلافات كبيره يعني خلافات بنشوف فيها تخوين، بنشوف فيها سخريه، بنشوف فيها احيانا شتايم، وده يخلينا نطرح اسئله كتير عن التعامل مع الشخصيات التاريخيه والاحداث التاريخيه في العالم كله مش عندنا في مصر بس، وازاي ده يتحول لقوه ايجابيه تعلم الجيل الجديد من دروس الماضي فعلا، مش قوة سلبية بقى تجرنا دايما للغرق في خلافات الماضي اللي احنا مش عارفين نخرج منه حتى هذه اللحظة. وانضم إلينا من اسطنبول محمد طلبة رضوان الكاتب الصحفي. أهلا بيك معايا محمد. يعني المشهد ده متكرر، المشهد ده متكرر، مش فقط كل سنة في ذكرى رحيل عبد الناصر، لا هو متكرر تقريبا مع كل ذكرى لشخصية تاريخية عندنا في مصر، مع كل ذكرى لحدث تاريخي حصل عندنا في مصر، مع حتى يعني لو رجعنا اصلا لعلاقتنا بالفراعنه هنلاقي ان ساعات بيفتح النقاش عن الموضوع ده وعن علاقتنا بيهم وبرضه نتخانق. هل الظاهره دي موجوده في كل العالم؟ هل العالم كله في كل لحظه تاريخيه كده بيفتح النقاش حواليها بهذا الشكل؟ والحقيقة ما عنديش القدرة ان انا اقول موجودة في كل العالم ولا لا، لكن عندي القدرة اني اقولك انه الثقافة المهزومة بشكل عام بتتناول تاريخها بالشكل ده. يعني على امتداد تاريخنا ما كانش عندنا الأزمة دي وقت ما كان في حضارة عربية حقيقية، وقت ما كان في سيطرة او منعة او قوة او انت متحقق في التاريخ بشكل ما، فبتتعامل مع الماضي بشكل يعني اكثر هدوءا وبشكل اكثر نضجا. ولذلك ممكن ازعم من غير ما اكون عامل استقراء قوي يعني انه الحضارة الغربية مثلا مش بتتعامل مع تاريخها بالتأزم ده. ممكن يكون في خلاف، ايوه في خلاف طبعا، في خلاف في القراءة بالتأكيد في خلاف، لكن الناس مش بتمسك في بعضها بالشكل دوت، لانه في النهايه هو تاريخه بالنسبه له جزء من ثروته، وهو محتاج انه ينفق الثوره ديت على الحاضر وعلى المستقبل، مش يعبد الثروه دي. يعني احنا عندنا شويه تصنيم للتاريخ ايجابي او سلبي، اما ان احنا بنعبده او بنكفر بيه تماما، لكن فكره انك تتعامل معاه بشكل ناضج اظن انها مش مشكله التاريخ قد ما مشكله المتلقي اللي بيتعامل مع التاريخ بشكل مبالغ فيه او بشكل مرضي، لان هو نفسه بيعاني من مشكلة حقيقية في واقعه. طب وده ليه يا محمد؟ هل فعلا عشان زي ما انت ما بتقول، هل شايف ان ده ان احنا بنتعامل مع التاريخ بهذا الشكل، سواء ان احنا فعلا زي ما انت ما بتقول بنقدسه وبنؤمن بيه وبنحاول طول الوقت ان احنا نلمعه حتى لو كان وقته اصلا ما كانش بيلمع الى هذا الحد، لكن احنا مصرين دلوقتي ان احنا تو ميك ات رايز اند شاين، يطلع تاني ويكبر تاني وينور تاني ويلمع تاني. هل فعلا عشان حاضرنا زي ما انت ما بتقول كده مأزوم، ولا احنا بندور على ايه؟ هل بندور على في تاريخنا على حاجه منوره مثلا افضل من الواقع اللي احنا عايشينه، ولا بنبحث عن ايه بالظبط؟
بالظبط، الهروب الى التاريخ ده من ميكانيزمات المقاومه، يعني انت مش عاجبك الواقع ومش قادر تغيره، وبالتالي بتهرب للتاريخ، اما انك تستمد منه يعني نوستالجيا الزمن الجميل المتخيل، او انك تلقي عليه بكل اللائمه ويبقى التاريخ هو المسؤول عن الواقع المتازم دلوقتي، هو المسؤول عن كل شيء، كما لو انه ما عندناش اي مسؤوليه عما يحدث لينا. في حاله عبد الناصر مثلا بتلاقي معادلات غريبة جدا جدا، يعني في ثورة يناير مثلا كنا أحيانا، والحمد لله أنه أحيان قليلة جدا، يعني كنا نلاقي ناس ماشية في الميدان بتتظاهر ضد مبارك ورفع صورة عبد الناصر، فكان يبقى مشهد سريالي شبه كده، أنه يكون مثلا مشهد ما تشوفيهوش غير في مصر، ان بابا نويل مثلا العيال الصغيره بتجري وراه بتحدفه بالطوب في ليله راس السنه، اللي هو المفروض ان بابا نويل ده بيديهم هدايا، او ان هم يعني بيتعاملوا معاه على انه تميمه للمناسبه الكويسه، لكن في مصر تحديدا ممكن جدا تلاقي واحد واقف قدام محل لابس بابا نويل والولاد الصغيرين بيعكسوه او بيضايقوه وهو بيجري وراهم وبيضربهم وحاجات كده. فنفس الشيء احنا بنعمله مع ماضينا او مع تجربه عبد الناصر، انه بنرجع للتجربه بشكل مرضي جدا، بنتصور انه التجربه دي مختلفه عن اللي احنا فيه دلوقتي، ده خلاف جذري، ممكن جدا ننزل نتظاهر ضد الحكم العسكري، ضد مبارك، بنطالب بسقوط مبارك اللي هو رئيس النظام الناصري، اللي هو نائب الرئيس سادات، اللي هو كان نائب رئيس جمال عبد الناصر، اللي هو بيحكم بشرعيه يوليو، وفي نفس الوقت بنرفع صوره عبد الناصر، معادلات غريبه جدا مش ممكن تشوفيها الا في مصر او الا في ثقافه مأزومه. نفس الشيء بيعملوا يعني نفس الشيء تورطنا فيه بشكل او باخر بعد الانقلاب العسكري، ممكن جدا تلاقي معارض للسيسي لكن في نفس الوقت هو مرحب جدا جدا بعبد الناصر، على الرغم من انها دوله واحده وشرعيه واحده. بالعكس، السيسي لما حب ينقلب على شرعيه يناير استخدم تيمه عبد الناصر وبدا يبشر هو، او مش هو، هو بشخصه يعني، لكن اعلامه ومثقفيه والماكينه الاعلاميه اللي اشتغلت جنب منه بدات تبشر بعبد الناصر جديد، وتم استخدام اولاد عبد الناصر في المساله ديت، يعني كنوع من التقرب الى المصريين باولاد عبد الناصر او باولاد من يسمى بالزعيم الخالد، ان هو وريث عبد الناصر. بعد شويه الناس اكتشفت انه لا في عبد الناصر ولا بتاع، لكن في نفس الدوله. فهي المساله بتبقى كده، انك متازم وعمال ترجع للماضي ده تستدعيه، اما علشان تروج لنفسك او علشان تهرب من واقعك. طب بس بشكل عام، سواء عبد الناصر او غيره، ازاي يعني ممكن نوفق ما بين الاعتزاز بالشخصيات التاريخيه والشخصيات اللي ممكن تكون فعلا اثرت في تاريخ مصر الحديث، وما بين ان احنا لا نقدر ننتقدهم وننتقد سياساتهم ونتعلم منها ونحاول نتفاديها، زي ما انت ما بتقول ما نقررش نفس الرئيس بنفس الخطه بنفس الدوله بنفس الناشئين، فازاي ممكن نوصل لهذه النقطه؟ هو الحقيقه انا لغايه دلوقتي مش قادر افهم فكره الاعتزاز دي، يعني انا ماشي الحال، كل الامم بتعتز بتاريخها، كل الامم عندها شخصيات عظيمه في تاريخها، واحنا ما عندناش فقر في ده، يعني سواء تاريخنا العربي الاسلامي او تاريخنا المصري، لكن كمان مفترض انه ده كله تاريخ بشر، تاريخ بني ادمين، وبالتالي قراءه التاريخ من زاوية الاعتزاز ومن زاوية التمجيد مسألة غريبة جدا، خصوصا لو كان تاريخ قريب ومؤثر في الواقع. هو ما فيش تاريخ مش مؤثر في الواقع على الأقل نظريا، لكن فكرة أن طول الوقت أنا بقرأ التاريخ من زاوية المعتز بتاريخه، ولو قريته بشكل نقدي أبقى سوداوي ومش بحترم الرموز الوطنية ومش بحب بلدي ومش بحب تاريخها، والناس في كل حتة في الدنيا بيعتزوا بتاريخهم وانتوا لا الحقيقة الناس في كل حتة في الدنيا بيتعاملوا مع تاريخهم بالنقد الصارم الشديد مع الاعتزاز، يعني ومش بس التاريخ السياسي والتاريخ الديني والتاريخ الفلسفي، يعني لما تقري مثلا أرسطو للمسلمين كانوا بيعتزوا بيه جدا 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 وبيسموه المعلم الأول، وشروحه اهتم بيها ابن رشد كل هذا الاهتمام. شوفي الفلسفة الحديثة بتتعامل مع أرسطو ازاي، تستغربي جدا واحد زي برتراند راسل لما يقول انه البشرية لم تبتلى بالطاعون ولم تبتلى بالأمراض ولم تبتلى بالزلازل ولا البراكين وإنما ابتليت بأرسطو. هو ده نفسه أرسطو اللي هم بالتأكيد بيعتزوا بيه في سياقه التاريخي، لكن شايفين دلوقتي ان افكاره بقت يعني افكار اقل من افكار الاطفال اللي بيدرسوا في الابتدائي. فما فيش مانع انك تقول انه في السياق التاريخي والله التجربة دي كان ليها مآثرها وكان ليها انجازاتها، لكن كمان لازم تقراها في ضوء بقى ما وصلنا من معلومات، وفي ضوء البعد اللي هو
بالتأكيد بيتيح لك مسافة تشوف بيها الحقائق أكتر من المعاصر، لأن المعاصرة حجاب. مفيش مانع خالص إنك تكون بتعتز بالشخص أو بتحبه لأسباب إنسانية، لأسباب سياسية، لأسباب حتى يعني تتعلق بالتعود، وإنك تعودت إن الشخص ده أنت بتحبه، أو التلقي الأول كان كده. لكن تشوف التجربة بقى وواقعها بعد ما بعد اللي احنا وصلنا له ده، فتقول والله لا، التجربه دي كانت تجربه مريره جدا، التجربه دي كانت تجربه حكم عسكري، التجربه دي اسست للديكتاتوريه، التجربه دي اسست لحكم الفرد، التجربه دي اسست لحكم الجيش وتدخل الجيش في السياسه. ما يمنعش ابدا انك تكون بتحب الراجل لاسباب تانية تتعلق يعني تتعلق بيك بشكل شخصي خالص. انا بحب الراجل ده بشكل شخصي خالص، انا جسمي بيقشعر لما بسمع خطبه، لكن ده ما ينفيش ان التجربه كانت مريره وكان ليها تداعيات سلبيه كتير جدا. ففكره ان احنا بنقرا التاريخ هو من زاويه التخريج يعني يا دي، محمد بالفعل في عدد كبير من مننا وراها يمكن غيرنا، ورث، احنا اللي بنخسر لما نقرا التاريخ كده. يمكن ورث حب، في عدد كبير مننا بقول لك ان في يمكن ورث حب عبد الناصر، بس لان العائله مثلا كانت دائما بتتكلم على عبد الناصر، بيحكوا ازاي كانوا بيتجمعوا على خطابات عبد الناصر، شايفين ان هم استفادوا ان هو انحاز للفقراء والى اخره والى اخره من الكلام اللي بيكرر، يعني على الارض، على التعليم، على البنيه الصناعيه اللي انشاها، حتى يعني عوده قناه السويس الى مصر والى اخره من الكلام ده، وانا اللي احنا بنسمعه كتير. بس السؤال يعني زي ما انت ما بتقول دلوقتي معلومات متوفره، خلاص عبد الناصر عصره يعني ما حدش فينا عاشه، واحنا شباب صغير وامنا بثوره يناير، وموجوده المعلومات على الانترنت، ونقدر نبص على الفتره الزمنيه دي ونبص على غيرها ونقارن ايه اللي وقتها كان صح وايه اللي وقتها كان غلط، ايه اللي وقتها كان صح بس احنا دلوقتي عارفين ان هو بندفع ثمنه دلوقتي وندمين ان هو حصل والى اخره. ليه ده ما بيحصلش؟ زي ما انت ما بتقول في عوالم اخرى لا بيحصل انتقادات والناس بتقرا وبتدور، ليه ده ما بيحصلش عندنا وشباب صغير؟ ده ما بيحصلش لأننا لو قرينا بالشكل دوت هنفهم واقعنا أكتر وهنغيره، فمطلوب إن ده ما يحصلش عشان الواقع ما يتغيرش. في يعني مثلا أنا هقول لحضرتك على حاجة، تاريخ عبد الناصر أنا بتصور إنه من التواريخ، رغم يعني إنه عبد الناصر زي ما عبد الفتاح السيسي بيقول كده كان محظوظ بإعلامه، هو طبعا هو كان محظوظ وإحنا لأ، لأنه الرواية اللي كانت بتتروي طول الوقت للناس هي رواية السلطة، حتى الجرايد ما يقدرش مثلا المؤرخ يعتمد عليها زي ما بنعتمد على الجرايد اللي كانت قبل ثورة 52، جورنان زي الوفد، البلاغ، الأساس بتاع السعديين، الوفد كان عنده أكتر من جريدة، جرايد كتير كان بيطلعها الوفد، كوكب الشرق. ممكن لو طالعتي الجرايد دي في المكتبات المصرية دلوقتي وموجودة في الأرشيف تقدري تفهمي إيقاع الحياة وقتها كان ماشي إزاي، والناس كانت بتتعاطى مع ما يحدث بين القصر والإنجليز والوفد اللي هو حكومة الأغلبية وأحزاب الأقلية إزاي، لأن الجرايد كان عندها قدر ما من الاستقلال مع احتفاظ كل جورنال بانحيازاته، لكن كان عندهم قدر من الاستقلال. لما تمشي شوية كده مع الجرايد بعد 52 تفاجأي بأنه نشرات داخلية الجرايد كلها بتقول نفس الكلام، شبه الأهرام والأخبار والجمهورية دلوقتي، فالجرايد كلها بتقول نفس الكلام، الجرايد كلها متمليه نفس الكلام، الجرايد كلها حتى المستوى التحريري نفسه قل جدا عن جرايد ما قبل 52. بكلمك بقى يعني الكلام بتاع الصحفيين لما تقري الجورنال تحس انه لا، مهنيا كان الجورنالجي اكثر اجاده بكتير في المرحله اللي اصدقائنا المصريين بيزعلوا لما بنقول عليها المرحله الليبراليه، بس هي فعلا كانت المرحله الليبراليه في تاريخ مصر، عنها بعد 52. فاحنا لو ادركنا كل ده أكيد هنشوف الواقع في مرآة التاريخ، فهنفهم إن اللي بيحصل دلوقتي هو نفس اللي كان بيحصل وقت عبد الناصر قبل 67، لما الناس كانت متصورة طول الوقت إن إحنا هنرمي إسرائيل في البحر المتوسط وإن إحنا رايحين من انتصار إلى انتصار، ثم فوجئنا بهزيمة ثقيلة جدا جدا تعبر عما قبلها من قمع للحريات وإخفاء للحقائق ويعني سير في الطريق الخطأ طوال الوقت، والتمجيد لكل ذلك وتقديمه على انه هو الطريق الصحيح وان احنا ماشيين ورايحين للامجاد، زي ما بيحصل معانا دلوقتي كده، احنا ماشيين على الطريق الصحيح، احنا اقتصادنا سليم، غلاء الاسعار ده لمصلحه المواطن، احنا بنحرر اقتصادنا، احنا بنعمل انجازات، عملنا ما اعرفش كام كوبري هنا وكام شارع هنا، الاستبداد ده مطلوب، اسكات المعارضين الخونه مطلوب، مش مهم خالص راي العالم فينا. فانت لما تقري كل الكلام ده كان بيحصل وقت عبد الناصر، لما
لما هتقريها هتفهمي ان احنا رايحين لهزيمه زي 67، هتفهمي ان احنا رايحين لانتكاسه كبيره جدا، هتفهمي ان الوطن ده رايح في مساحه مزعجه جدا ومقلقه جدا. فلازم طول الوقت يكون في سدنه للاستبداد، يقولوا لنا لا التاريخ كان عظيم وعبد الناصر كان عظيم وطول الوقت احنا كنا ماشيين صح، وبالتالي الواقع عظيم واحنا برضو ماشيين صح. مع اننا لو نشوف النتائج هنلاقي ان احنا بقالنا 60 سنة او اكتر بنقول للناس ان احنا هنتقدم ورايحين علشان نخرج من عنق الزجاجة ورايحين علشان نبقى من اهم الدول في العالم، وما بنعملش حاجة، ما نجحناش طول الوقت، ما بننجحش وطول الوقت ما بنحققش اي تقدم من اي نوع، ومع ذلك طول الوقت بندعي ان الرواية الرسمية هي الرواية الصحيحة وان المعارضين دول ما هم الا خونة وعلى علاقات بقوى العالم الخارجي اللي كلها بتغير مننا وكلها بتتآمر علينا. كان في مسرحية اسمها على الرصيف، ما عرفش تفتكرها ولا لا، فاكر مشهد سهير البابلي؟ سهير البابلي وحسن عبدين طبعا، حسن عبدين، وكنا عيال صغيرة وفوجئت ان هم كانوا في عنق جدا. الزجاجة وعايزين يطلعوا من عنق الزجاجة يعني، وكان عندنا امل يعني، لسه مولودين عندنا امل ان احنا بقى اللي نطلع من عنق الزجاجة، جم برضو قفلوا علينا زي ما قفلوا على سوير. طب هل في اي احتمال ان الجدل اللي داير ده كله ممكن ان احنا فعلا نقدر نستخدمه، يقدر يكون مفيد؟ يعني انا لما كنت بره النهارده الجدل اللي داير ما بينك وما بين الزملاء على صفحتك على السوشيال ميديا، انا تقريبا المشهد ده متكرر، المشهد فعلا متكرر ونفس الاسئله ونفس الاجابات كل عام متكرر، فازاي هل في احتمال ان احنا في يوم من الايام نستفيد من هذا النقاش؟ بشكل أو بآخر ده بيحصل بالمناسبة. يعني أنا ما زلت أذكر مثلا أنه في منتصف التسعينات كانت بدور بيني وبين أحد الأصدقاء المصريين مناقشات طويلة جدا شبه اللي انت شفتيه على السوشيال ميديا دي، بس ما كانش لسه السوشيال ميديا يعني قوي قوي كده، وأنا كنت يدوب قريت كتابين ثلاثة من مذكرات الضباط الأحرار محمد نجيب وعبد اللطيف البغدادي وأحمد حمروش كتير قوي، يعني ما كانش لسه فيه شريف يونس بقى نداء الشعب، وما كانش لسه فيه دراسات كتير قريناها بعد كده عن عبد الناصر، وهو كان يعني أرى عبد الله إمام وعصمت سيف الدولة، فكل واحد فينا كان بيقول اللي أراه ومتحمس ليه جدا. بعد ثورة يناير وبعد التجربة ما صهرتنا احنا الاثنين، بقيت انا بتكلم عن انه الصورة ما كانتش سوداوية بالشكل ده، لكن للأسف الشديد بسبب انه ما كانش فيه حرية يعني المآلات كانت سيئة، بينما هو بقى يتكلم عن صورة سوداء هو كان مقتنع انها صورة ناضجة جدا ومعبرة عنه وعن حلم التنوير والحلم المصري بشكل عام اللي انطلق من محمد علي لحد النهاردة، لكن اكتشف غير كده، مش بس بالقراءة لكن كمان بالتجربة، يعني باللي شافه في ثورة يناير وما بعد ثورة يناير. فالنقاش بيغير، طبعا بيغير، ممكن يكون بيغير ببطء، ممكن يكون ما بيحدثش نفس التأثير اللي أحيانا بتحدثه الثورات أو الأحداث الكبيرة اللي بتأثر فينا يمكن أكتر من الكتب وأكتر من الدراسات وأكتر من القراءات العقلانية للتاريخ، لكن في النهاية بيساهم في التغيير بشكل أو بآخر. ولذلك النقاشات دي مهما تكررت ومهما كانت مملة ومهما أخذت وقت لكن بتغير. شوفي مثلا السنة دي تحديدا وهي مختلفة تماما من وجهة نظري في تناول حدث زي عاشوراء، أنا مثلا قريت كلام عن الحسين بن علي وعن يزيد بن معاوية، كلام أنا بتصور أنه تقدمي جدا جدا من ناس ما كنتش أتخيل أنه موقفهم من التاريخ يبقى بهذه الصرامة، لكن الناس نظرا للي بتشوفه في الواقع بتبدأ تقرأ التاريخ تاني بشكل مختلف، فتقول لا والله ما ينفعش القتل ده يتبرر، ما ينفعش يتقال أن القاتل والمقتول الاثنين ناس كويسين، لا أكيد القاتل مش زي المقتول، ما ينفعش يتقال أنه الثوري زي اللي كان بيحاول يأسس لحكم وراثي واستبدادي. فزي ما بنعمل ده في تاريخنا القديم هيجي وقت ونعمل ده في تاريخنا الحديث، وانا بتصور انه جيلنا تحديدا ما عندوش المشكله دي قوي الا من زاويه تاثره بالجيل اللي قبلينا، يعني لو وعيك بتكونه بنفسك وبتكونه بقراءاتك وبتكونه بتجربتك مش هتقع في ده. طب وعلى ذكرك للجيل اللي قبلنا، لان في نقطه مهمه في الموضوع ده، والحقيقه في الجيل اللي قبلنا اللي هو اللي قبل قبلنا ناس مثقفين عشروا عصر عبد الناصر، وكانوا وقتها واخدين موقف حاد جدا جدا من عبد الناصر، ومع ذلك لما يعني بعد ما مات عبد الناصر وبعد فترة من مماته قالوا يا ريت عصره يرجع تاني، وكان عندهم حنين لعصره، زي أحمد فؤاد نجم قال لو كان جرح قلبنا كل الجراح طابت. إيه تفسيرك للظاهرة دي؟ صحيح عمل حاجات معجزة وحاجات كتير خابت. هو الحقيقة القصيدة دي لما تشوفيها في سياقها تلاقيها كلها تلميحات على السادات، يعني أحمد فؤاد نجم كان معارض شرس للسادات
وكان بيؤدب السادات بكلامه عن عبد الناصر. ومعظم اللي وقعوا في غرام عبد الناصر رغم انهم كانوا من معارضيه وقعوا فيه في عصر السادات. عبد الناصر اذا كان محظوظ بحد فهو محظوظ باللي جم بعد منه، مش محظوظ باعلامه بس، لكن محظوظ باللي جم بعد منه، لان اللي جم بعد منه حطونا في الموضع بتاع رب يوم بكيت منه فلما يعني فارقني بكيت عليه. زي بالظبط ما في ناس دلوقتي كده بتقول فين ايام مبارك، كان على الاقل في هامش كنا نقدر نتكلم واحنا جوه بلدنا، حوار زي اللي انا وانت بنعمله ده كان ممكن نعمله من القاهره واروح بيتي عادي ما يحصلش حاجه، مش هروح على طرق او العقرب. فالناس بتتكلم عن مبارك اللي هم نزلوا لاسقاطه وعندهم حنين للايام دي وعندهم تحسر على الايام دي. وبالمناسبه ما نقدرش نقول انهم غلطانين، يعني مبارك رجل فاسد ولص بحكم محكمه، وهو السبب في وجود واحد زي السيسي في جهاز الدوله واللي زي السيسي، وهو السبب في خراب في تخريب الحياه المصريه السياسيه والتعليميه والثقافيه 30 سنه، وهو الوريث الطبيعي للانظمه اللي قبل منه. كل ده صح، لكن كمان أيامه أكيد كانت مختلفة عن الأيام اللي احنا فيها، ده كمان صح. فالفنان عادة بيتأثر يعني بياخد وقت طويل على ما يهضم التجربة اللي قبل منه، وكمان لما بيكتب عنها بيكتب عنها في ضوء التجربة اللي هو كان واقع فيها. فلو تقري القصيدة دي بحالها تلاقي كلها تلميحات على أنه عبد الناصر لم يكن السادات. القصيدة في الحقيقة مكتوبة للسادات مش لعبد الناصر، ومعظم القصايد اللي اتكتبت عن عبد الناصر سواء في عصر السادات أو في عصر مبارك أو حتى في زمن الإخوان كانت مكتوبة نكاية في النظام الحاكم في الوقت ده، مش تمجيدا للنظام اللي قبل كده. احنا بنشكرك، كنت معنا من اسطنبول محمد طول برضوان الكاتب الصحفي، شرفتنا يا محمد. نخرج معاكم لفاصل ونعود لاستكمال فقراتنا، خليكم معنا. أهلا بكم من جديد. جايز يكون خبر لقاء مسؤولين مصريين وإسرائيليين مش خبر جديد، لأنه بالفعل في علاقات من وقت توقيع اتفاقية السلام من حوالي 40 سنة. لكن لما يحصل لقاء بين الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإسرائيلي في نيويورك ومع اقتراب الوقت المرتقب لكشف الإدارة الأمريكية عن خطتها للسلام بالمنطقة والمعروفة بصفقة القار، أكيد ده حدث دي أبعاد ودلالات مهمة. يوم السبت اللي فات وزير الخارجية المصري كرر موقف مصر أن أي طرح جديد يجب أن يراعي قرارات الشرعية الدولية بما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني. لكن في المقابل بقى الحقيقة غموض كبير ويحيط اللي وارد يحصل على أرض الواقع. خلينا نشوف التقرير ونرجع نبدأ النقاش. على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك لبحث الأوضاع الإقليمية وخاصة الوضع في قطاع غزة. وبحسب بيان لرئاسة الوزراء الإسرائيلية فقد تناول اللقاء جهود تحقيق تسوية بين كل من إسرائيل وحركة حماس في محاولة لتحقيق تهدئة طويلة الأمد في القطاع. كما أشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية باسم راضي عبر حسابه على موقع الفيسبوك أن اللقاء أكد على ضرورة استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية. مشكلة تمويل التنمية. ويعد هذا هو اللقاء العلني الثاني بين الزعيمين بعد لقاء انعقد في سبتمبر من العام الماضي أيضا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. بينما انفردت المصادر الإسرائيلية بالكشف عن لقاءين سريين آخرين، أولهما هو ما عرف بقمة العقبة السرية، حيث عقد لقاء جمع الرئيس المصري ونتنياهو وملك الأردن ووزير الخارجية الأمريكي آنذاك جون كيري. وأما ثانيهما فقد جاء وفقا لقناة العاشرة الإسرائيلية في شهر مايو من العام الجاري في لقاء انعقد في القاهرة ناقش الجانبان فيه الأوضاع الإنسانية في غزة ومحاولة تخفيف الحصار الإسرائيلي على القطاع. وأكدت القناة أن اللقاء جاء في إطار مساعي مصر للوساطة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية لترسيخ التهدئة في القطاع. وعلى الرغم من أن اللقاءات بين الجانبين المصري والإسرائيلي لا تعد حدثا غير مسبوق، إلا أنها اكتسبت بعدا جديدا في الفترة السابقة بسبب ما عرف إعلاميا باسم صفقة القرن. فالتسريبات تشير إلى استعداد الأنظمة العربية تقديم تنازلات غير مسبوقة للجانب الإسرائيلي المدعوم أمريكيا.
لكن الصفقة على المستوى الرسمي لا يزال يحيطها الغموض، وخاصة في ظل تأخر الإعلان الأمريكي. وفي المقابل حرصت مصر عبر بيانات رسمية على التأكيد على تمسكها بنفس المواقف القديمة وثوابت السياسة الخارجية المصرية الراسخة. ينضم إلينا من القاهرة عبر الهاتف السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بك معايا سيادة السفير. ويعني الرئيس السيسي والخارجية المصرية بيقرروا تقريبا نفس الكلام، أن هم مصرين على الشرعية الدولية وعلى دولة فلسطين عاصمتها القدس الشرقية بحدود 67. وفي الجانب الآخر الرؤية الإسرائيلية والأمريكية حتى الآن أن حدود 67 غير واقعية، انسوا القدس وما فيش قضية لاجئين. يعني من الواضح أن الرؤيتين مختلفتين تماما. ليه ما زالت حتى الآن مصر بتدعو للمفاوضات يا فندم؟ يعني هو نحن ندعو إلى الثوابت التي وقعت عليها إسرائيل، ومنها الثوابت التي وقعت برعاية أمريكية منذ الرئيس كارتر والرئيس السادات ومناحم بيجن. فالنكوص عن هذا وعن أصله التي وقعت في عهد الرئيس ياسر عرفات أيضا، يبدو أن الحكومات الإسرائيلية خصوصا لهذا الدبلوماسية المصرية تنشط وتصر على مواصلة في الحوار، لأن البديل هو العنف. واسمحي لي أنني لست من الذين يبتلعون طعم ما يسمى صفقة القرن. المبادرة الوحيدة اللي موجودة أمامنا عربيا هي مبادرة القمة العربية في بيروت 2002، اللي هي مبادرة الملك عبد الله رحمة الله عليه ملك السعودية، الأرض مقابل السلام، وكررناها ونكررها ولن يكون هناك بديل لهذا. ثم الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه في الجامعة العامة، ثم أمس خطاب الرئيس أبو مازن، يعني أعاد هذا الكلام. دولة فلسطينية في حدود 4 يونيو 67 عاصمتها القدس وليست عاصمته على هامش القدس، حتى لا يزيف الأمر وتقام قرية اسمها أبو رديس ولا أبو ديس لكي تحل محل فكرة القدس. هناك إصرار على أن القدس عربية وأن القدس هي أحد المقدسات الإسلامية أيضا، وفي رأيي لن يحدث تراجع عربي في هذا الأمر. أيضا ليس سرا أنني أستكشف أن إسرائيل تتعاون إلى حد كبير أمنيا مع مصر في مكافحة بعض نواحي الإرهاب، وتحاول السيطرة على تسلل الإرهاب إلى سيناء. ولعلك تلاحظين أننا خرجنا عن قيود معاهدة السلام من حيث تواجد قوات مصرية مكثفة في سيناء، وهذا أحد أسباب نجاحات ضرب الإرهاب في سيناء. أما نتنياهو الحقيقة فلم يكن موفقا في خطابه، وأعتقد أن الجمعية العامة كانت متعاطفة جدا مع الرئيس أبو مازن. أما الصلف والغرور الذي عبر عنه رئيس وزراء إسرائيل فهو غير مقبول عالميا، غير مقبول أوروبيا حتى، وغير مقبول في العالم الثالث، وبالتأكيد غير مقبول في الدول العربية. بس سيادة السفير، البعض قال إن جايز يكون يعني ما فيش توافق ما بين المعلن وما بين السري، والدليل على كده إن احنا عرفنا مثلا على زيارة نتنياهو إلى القاهرة ولقاء بالرئيس السيسي في تسريبات، يعني ما تمش الإعلان عنها في مايو اللي فات، احنا عرفنا في أغسطس في تسريبات من الصحافة الإسرائيلية. فالبعض بيقول يعني جايز المعلن وخطاب الدولة ده هو خطاب بس للاستهلاك للشعب، لكن الحقيقة اللي ما نعرفوش ممكن يكون مختلف تماما. أنا أرى أن هذه الأقوال هي من قبيل الحرب الإعلامية والنفسية للإدعاء أن هناك أسرار، إلى أن معاهدة السلام تتضمن بنود سرية غير معلنة. والآن بعد مرور 40 سنة فليقل لي أي من يدعي هذه الإدعاءات أين هي البنود السرية وما هي هذه البنود السرية. سيادة السفير، طيب للأسف انقطع الخط، هنعاود الاتصال مرة أخرى بزيادة. سمعاني؟ أنا سمعك. أنا سمعك كويس. طب اتفضل كمل يا فندم، احنا بنسمع حضرتك. أنا على مصر استردت كامل ترابها الوطني، ونحن ندعو إلى احترام هذه المعاهدات، لأن إسرائيل
تريد أن تتنكر لما وقعت عليه خصوصا مع الفلسطينيين، ونحن ندعم الموقف الفلسطيني الذي عبر عنه الرئيس أبو مازن في خطابه في الجمعية العامة، وكان شديد الإقناع في شأن القضية الفلسطينية. بنشكرك سيادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، شرفتنا يا فندم. وينضم إلينا من واشنطن عبد الرحمن يوسف الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك معايا عبد الرحمن، وخلينا نسأل في البداية يعني عن شكل الإعلان. الإعلان جه في البداية من الجانب الإسرائيلي، وبعد كده لما تم الإعلان من الجانب المصري كان يعني في إصرار على إيضاح إن نتنياهو هو اللي راح للسيسي في مقر إقامته في نيويورك، وكان واضح من الصورة اللي تم نقلها إن موجود العلم المصري بالفعل وإنه مش موجود العلم الإسرائيلي في الصورة. إيه قراءتك لهذا المشهد؟ يعني هو يريد أن يوصل رسالة في ضوء الحالة العامة لزيارة السيسي. زيارة السيسي هذه المرة كان هناك تركيز عام وكبير من الإعلام المصري أنها تكتظ بالمقابلات الهامة مع مسؤولين رفيع المستوى، مع مسؤولين منظمات دولية. كان هناك إلحاح في الإعلام على هذه الحالة، على كثافة الزيارات ورفعت مستوى هؤلاء الذين التقاهم السيسي. ومن ثم هذه الزيارة أو هذا التقديم لهذه الزيارة يأتي في هذه الصورة العامة بأنها ربما زيارة للسيسي في مقره. هي ليست زيارة على مستوى الدولة أو كما يسمى في البروتوكول زيارة الدولة، ولكنها ربما زيارة عمل أو زيارة شخص يرغب في طرح ملف ما. وهي الصورة التي حاول الإعلام المصري أن يروج لها بأن الجميع يسعى إلى السيسي، أو أن السيسي يقبل أن يلتقي هذا أو ذاك. ورأينا ذلك في الحديث عن لقائه مع ترامب، بأن ترامب يعني ألغى لقائه برئيس الوزراء الكندي ترودو ليه يلتقي بالسيسي في إطار الإلحاح على نفس الفكرة الضمنية أن الجميع يسعى بلقاء السيسي أو يسعى للقاء السيسي، وأن السيسي هو شخص محوري وشخص هام يسعى الجميع إلى إما أخذ رأيه أو التشاور معه أو استرضاءه. فهذه هي السردية العامة التي حاول الإعلام المصري أن يركز عليها. وحتى في إطار الخطاب الذي قدمه السيسي كان خطابا مختلفا عن السنوات الماضية، وقدم خطابا يتعلق بحقوق الإنسان، وكأنه محاولة للقفز إلى الأمام أو لمحاولة قطع الطريق على المنتقدين للوضع والمزايدة عليهم بالملف أو بالخطاب الذي يوجه ضد السيسي. فنستطيع أن نقول أن هذه الزيارة أو هذه اللقطة تحديدا أو محاولة طرح الأمر على أنه محاولة من نتنياهو إلى زيارة السيسي، وأنها هي زيارة عمل أو زيارة شخصية، لأنه في البروتوكول زيارة الدولة يجب أن يوضع فيها العلمان، لكن في زيارات العمل وزيارات الشخصية يختلف البروتوكول، وتكون القيود البروتوكولية أقل قيدا قليلا. وهو ما يعني كما قلت هو ما تم محاولة ترويجه بأنهم يسعون إلى السيسي إلى زيارته، وأنه هو من يستقبلهم في مقر زيارته إما للتشاور معه أو إما لبحث الملفات الهامة، نظرا لما يريدون أن يقولوا ضمنيا أن السيسي هو شخص مهم يسعى الناس إليه أو يسعى الرؤساء والقرائن إلى مقابلته. طب عبد الرحمن، في الصحافة الأمريكية، وأنت متابع جيد للصحافة الأمريكية وموجود حاليا بواشنطن، هل كان في أي ذكر للرئيس المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي أو كلماته في الأمم المتحدة أو الزيارات المتبادلة اللي حصلت ما بينه وما بين الرئيس ترامب أو المسؤولين الآخرين؟ في حقيقة الأمر لم يكن التركيز كثيفا، كان التركيز على نقل ما انتقدته المنظمات الدولية في بياناتها، مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة مراسلون بلا حدود حول الأوضاع في مصر. ولا سيما أن يعني هذه الزيارة تزامنت مع أحكام إعدام أو الأحكام الكبيرة في فض ربع منذ أسبوعين، وثم أحكام كرداسة، لكنه لم يكن هناك حالة من الضجيج الكبير مثل عام 2017. عام 2017 هو الذي كان ملفتا، هو عام 2014. عام 2014 له كان أول زيارة للسيسي، وعام 2017 أنه كان أول لقاء علني رسمي مع نتنياهو، وكان الحديث فيه بشكل مكثف عن
القضية الفلسطينية والحديث عن السلام الدافئ والحديث عن أمن المواطن الإسرائيلي، الأمر الذي كان يعني محل جدل ومحل انتباه كبير. التركيز هذا العام كان بشكل ليس كبير، ولكن الذي أخذ حيزا أكثر من التركيز كان هو ربما الجانب الاقتصادي. ونحن رأينا أن السيسي التقى مع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي السيدة كريستين لاجارد ورئيس البنك الدولي، لكن الزيارات الأخرى التي هي مثل وزير خارجية دولة أو رئيس دولة أو ما إلى ذلك لم تحظى بهذه الكثافة. حتى لقاءه مع ترامب الذي يعني حاول الإعلام المصري أن يضخ منه هو لم يكن إلا لقاء عابرا لمدة 5 دقائق تبادلوا المديح فيه، ويعني كان اللقطة المرتقبة يعني هي ردة الفعل بعد ما سرب في كتاب بوب وودر الصحفي الأمريكي الشهير عما قاله ترامب عن السيسي، لكن لم يكن هناك نوع من أنواع الالتفات الهام والكبير، ولا سيما أن كلمة السيسي يعني هي كلمة رآها البعض أنها مزيفة لأنها تتحدث عن حقوق الإنسان، وأكثر الملفات التي ينتقد فيها النظام المصري ليس الملف الاقتصادي وإنما ملف حقوق الإنسان. بالعكس الملف المصري ربما يحظى بترقب أكبر نظر لوجود قرض كبير يعني أو مشروع قرض الذي تقوم به الآن مصر مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار. ومن ثم لا أعتقد أنني أستطيع أن أصف التركيز أو التغطية الإعلامية الأمريكية لكلمة السيسي. طب عودة مرة أخرى الملف السياسي أو سلطت الضوء يا عبد الرحمن استثنائي بالربما ومن الحديث أيام عن إيران من ربما أيام الحديث معدودة عن سوريا. من أيام معدودة وزير الخارجية المصري قال إن ما يعرف بصفقة القرن لم يتم طرحها بعد، وإن مصر متمسكة بموقفها وفقا لقرارات الشرعية الدولية. ايه سبب تأخر يعني عرض تفاصيل صفقة القرن الى الآن، وهل واضح ايه مواقف الدول العربية منها؟ يعني هو بطبيعة الحال الواضح من مواقف الدول العربية عامة قبل الدخول في التفصيلة الاولى وهي الاهم انها يعني في حالة اصطفاف كامل مع الجانب الإسرائيلي والأمريكي في مواجهة ما يسمونه بالمشروع الإيراني للتغلغل في المنطقة، وأن هناك حالة من الاصطفاف الكامل من جانب مصر والإمارات مع السعودية في مواجهة قطر أو ما يسمونه بحلف قطر أو تركيا، وهو يعني ربما حلف وهمي أكثر منه حلف عملي أو حقيقي أو له مشروع. لماذا تأخرت تفاصيل صفقة القرن؟ نظرا لأن هناك خلافات أمريكية إسرائيلية. نحن رأينا ديفيد فريدمان الذي هو سفير أمريكا في إسرائيل، وهو أحد المشاركين فيما يتعلق به الحديث عن الإعداد لصفقة القرن، وكريس جيربلات الذي هو مبعوث للسلام في المنطقة أو مبعوث لهذه القضية تحديدا يتحدثون عن تفاصيل أخيرة، وترامب بنفسه يتحدث عن 2 أو 3 لإتمام الملامح النهائية لتفاصيل هذه الصفقة. وأنا أعتقد أنه من إذا يعني ركزنا وحللنا التصريحات العلنية لنتنياهو في الأمم المتحدة وحديث ترامب فإنه يبدو أنه الخلاف حول ماذا يمكن أن يأخذ الفلسطينيون، لأن نتنياهو قال تحديدا أنه إذا سمح للفلسطينيين بأن يكون لهم إدارة لأنفسهم أو سيادة جزئية أو تسيير أمورهم بأنفسهم فإنهم عليهم أن يعترفوا بإسرائيل كدولة للشعب دولة للشعب اليهودي، وأنه لا يريد أن يتنازل عن رقم 15% من المستوطنات والسيطرة الأمنية على غرب نهر الأردن. ومن ثم هناك ربما تفاصيل تتعلق بالضمانات القصوى التي تريد أن تأخذها إسرائيل قبل أن يكون هناك أي اعتراف ولو حتى بدويلة أو دولة مقسمة ومجزأة وليس لها ومنزوعة السلاح للفلسطينيين. ومن ثم أعتقد أن التأخير هو ليس بسبب مقاومة عربية وليس بسبب ممانعة عربية، بالعكس يعني أنا أعتقد أن الممانعة العربية هي أبسط الأشياء التي يمكن التغلب عليها في ظل الوضع المتردي حاليا، ولكنها التفاهمات الإسرائيلية الأمريكية لما يمكن أن يحصل عليه الفلسطينيون الذي يرغب يعني فيه بعض الأجنحة في أمريكا
وحتى داخل الكونجرس بأن يكون هناك شيء يحفظ ما وجه أمريكا بوصفها يعني مدافعة عن حقوق الإنسان، أو بوصفها الراعي الرئيسي لهذه لهذا الملف، ملف السلام في الشرق الأوسط الذي هي عقدته الرئيسية الصراع العربي الفلسطيني. ومن ثم أعتقد أنه خلاف بين من بيدهم القرار النهائي، وليس بسبب الممانعة العربية، لأنه حتى الآن لا يوجد ممانعة عربية. ونحن رأينا عندما تنازلت مصر عن تيران وصنافير، وتيران هي يعني نستطيع أن نقول هي القلب الصلب لفكرة الأمن القومي المصري وربما العربي في منطقة الشرق الأوسط، بوصف مصر هي الدولة الأكبر والدولة ذات الجيش الأقوى في مواجهة أي تهديدات قادمة من الشرق، رأينا أن هناك تبريرا من النظام لهذه التنازلات. ووجدنا تنازلات كبيرة من الجانب الإسرائيلي فيما كان السعودي اتجاه إسرائيل فيما كان يعرف ربما بالملفات اللئات أو بملفات الممانعة أو ما إلى ذلك. وجدنا كل هذا يعني ينسحب رويدا رويدا، ويتم تبريره في الإعلام ويتم تمريره. ومن ثم لا أعتقد أن الممانعة العربية أو الاعتراض العربي هو كما قال وزير الخارجية المصري الشرعية الدولية، وهو مصطلح يعني فضفاض جدا، ربما يكون له تعريف قانوني، ربما يكون له ملمح سياسي، لكن عند التطبيق فلغة الأمن ولغة القوة هي التي يعني أثبتت الأربعين أو الخمسين سنة الأخيرة أنها هي من تسري. ورأينا هذا في أوسلو، ورأينا هذا في مدريد 91 وأوسلو 93 ووادي عرب 94، ثم كان بديفيد الثانية في 2000، ثم ما رأيناه الآن فيما يتعلق بتيران وصنافير. طب عبد الرحمن، يعني في وسط كل المشهد العربي اللي انت بتحكي عليه دون، هل لسه بيد العرب كروت يقدروا فعلا يضغطوا بيها لحل القضيه الفلسطينيه، ولا خلاص المشهد فعلا من الجانب العربي انتهى الى بلا عوده زي ما انت ما بتحكي؟ هو يعني ما قلناش بلا عوده قوي، لانه يعني التاريخ يقول ان هناك دول احتلت لالاف السنين او ربما مئات السنين واستطاعت ان تستعيد اراضيها، ونحن لا نتمنى ان يحدث هذا. لكن على مستوى الحكومات او على مستوى الحكام، فاعتقد ان يعني النزاعات التي لا ارى انها لها حلا منطقيا، مثل الصراع الخليجي، الانقسام الفلسطيني، كلمه محمود عباس ابو مازن اختلف تماما مع السفير، هي كانت كلمه مغزيه سواء فيها بين الفلسطينيين والاسرائيليين، تحدث فيها عن تنسيق امني، تحدث فيها عن نبره وكان على غزه ان تخضع او ما الى ذلك. فهناك انقسام فلسطيني سيء، انقسام خليجي، دول مفككه او شبه مفككه كما يحدث في اليمن بقصف عربي إيراني. فعلى مستوى الحكام لا أعتقد أن هناك أصلا رغبة في الضغط على إسرائيل، بالعكس هناك محاولة لمهادنة إسرائيل وكسب ودها من أجل اكتساب شرعيات منقوصة سواء في مصر أو في السعودية أو في غيرهما. لكن على مستوى الشعوب يعني لا نستطيع أن نقول حلا، لا نريد أن نكون من مروجي الآمال الكاذبة، لكن في نهاية الأمر هو الأمر في يد الشعوب. طالما ظلت الشعوب واعية أو غاضبة أو رافضة لفكرة الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من واشنطن، نشكرك يعني وشرفتنا يا عبد الرحمن. قطاع واسع فيما يتعلق بمزارات الحدود، فإن هذا يعني أن هناك بنعتذر ليك لضيق الوقت، وكنا نتمنى ان احنا نكمل حوارنا. وشكرا ليكم متابعتكم، شكرا عبد الرحمن يوسف الكاتب والمحلل السياسي، وشكرا ليكم متابعتكم. صباح الخير، لكم سعيده، وبكره احلى باذن الله يا رب.